دلوقتي تعالوا نتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وايضا نتابع اهم المباريات اللي هتتلعب في اطار الجوله 29 من بطوله الدوري المصري الممتاز لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنطلق فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمدينة السلام شرم الشيخ تحت شعار دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية. وبتتمثل محاور الاجتماع في استعراض سياسات تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وجودة الحياة الكريمة للمواطن العربي، كمان عرض التجارب الناجحة لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية. النهاردة هيستأنف ملتقى شبهات وردود بالجامع الأزهر الشريف فعالياته الأسبوعية، وده بعد توقفه طوال شهر رمضان الماضي، وهيتناول في أولى حلقاته تفنيد شبهة انتشار الإسلام بالسيف. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة. هيلتقي أسوان مع البنك الأهلي الساعة 7 المغرب، والساعة 9:30 هيلتقي الأهلي مع إمبي وفاركو مع سموحة.